وإلى الحملة التوعوية بهدف حث الأمهات على الالتحاق بمراكز التعليم للكبار والتي أطلقت من قبل بلدية الدائرة الرابعة بحضور عمدة البلدية وعدد من المسؤولين. عبد الرحمن آدم رحمة. دعما للقطاع التربوي والتعليمي الذي توليه الحكومة التشادية إناية بالغة عبر وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لصالح أبناء البلاد. وفي ذات السياق فقد نظمت بلدية الدائرة الرابعة حملة توعوية لمهو الأمية، وعلى هذا الأساس فقد أعرب الأمين العام لمهو الأمية جمرجا عن فرحته بهذه الحملة التي من شأنها توئية المجتمع وحثهم على التعليم، كما طلب من سكان الدائرة الرابعة وبعض المسؤولين في الدائرة على التعاون والتكاتف لأجل إزالة الجهل عبر إنشاء مراكز لمهو الأمية. عمدة بلدية الدائرة الرابعة هارون رماد في مداخلته طلب من الحكومة وشركائها الاهتمام بهذا القطاع الحيوي. لأي زول القاعد في بيت عنده 15 سنة ما قدر قرأ، حس كل اللي فرصة فيه جديدة يقدر يجري بدون حدود. أنا سنين يقدر يجري شغل دهر القراية ما فيه. هي القراية تخلوكوا أنتوا وأخيانكم وإيالكم تفهموا الدنيا شو شنو الهالة إلى الدنيا. وفي ختام هذا الحفل تابع الحضور مسرحية تجسد أهمية التعليم في حياة المجتمع.